السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعلنت الجزائر دعمها الكامل والتام لترشح المملكة العربية السعودية لاحتضان مونديال 2034. وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن الجزائر تعرب عن مساندتها التامة لترشح المملكة العربية السعودية الشقيقة لاستضافة مونديال 2034. وأضاف البيان أن الجزائر تؤكد أن المملكة تمتلك كل المقومات لنجاح تنظيم هذا الحدث العالمي البارز بجدارة واستحقاق. وأكدت الجزائر على دعمها للمملكة السعودية للمساهمة في إنجاح هذا المسعى على نحو يعود بالفخر على الأمة العربية والإسلامية. وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم منذ أسبوعين إرسال خطاب طلب ترشح المملكة الرسمي لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. وكانت السعودية قد أعلنت عن نية الترشح لاستضافة نسخة 2034 من الحدث الكروي العالمي، ويمثل هذا الخطاب تأكيدا رسميا على التزام السعودية بخوض عملية الترشح التي ينظمها الاتحاد الدولي للفيفا. وهنا أعزائي المشاهدين، شاركونا الآن بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.